السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم حنقسم معكم فيديو باش نوري لكم الحلويات اللي قدمتها في سميرة تي في في الكاستينج، والحلويات اللي قدمتها في الأرضية مع منى العواد. أنا نبدأ مع الحلويات سميرة تي في. كما راكم تشوفوا هنا عندي مخبز المروحة، هنا كعكعات المسكرين، عندي مخبز فلدوغي، عندي العرايش بالوردة حمراء، هنا ثانية عندي مخبز ورقة على شكل ورقة، وهنا عندي مخبز الحمامة مع القلب يكون شوية معوج، وعندي ثاني مخبز عفوا مقروط اللوز على شكل كعكعة بالوردة. قدمت أيضا ليكورني باللوز. هنا عندي طمينة اللوز كما راكم تشوفوا هنا، عندي كفته بالشوكولا البيضاء، وعندي كعك النقاش بيان سور اللي ما استغناوش عليه. كما راكم تشوفوا هذه هي الحلويات ديالي في سميرة تي في. ونجوز الان الى الحلويات اللي قدمتها في على الارضيه مع منى العواد. هذه هي عندي مقروط اللوز كما راكم تشوفوا هنايا، قدمتهم على شكل بيضة في العش. هنا عندي الهريسة على شكل وردة كما راكم تشوفوا. هنا عندي مخبز في الصومو مع الوردة صومو ايضا. وما نسيتكمش، حبيت نقولكم ما نسيتكمش على الحاجة الوصفات اللي وعدتكم بها. شوية وقت برك، راني عندي ما عنديش الوقت شوية، بصح نخطف روحي ونحط لكم الوصفات بإذن الله. كونوا على يقين، يعني بوحدة اللي طلبت لي الوصفة راح نلبي الطلب ديالها، يعني كيستيون دو تون برك. هنا عندي ثاني كفتة على شكل بالشوكولا البيضاء درتها على الابيض النقاش، وعندي العرايش ايضا، هذه كامل قدمتهم في الارضيه مع منى اللي نحييها بزاف ونحبها. وهنا عندي كفته ثانيه على شكل خمسه، وكعك مسكر. يعني نهاري مع منى يوم لا ينسى، يعني جست نهار أروع ولا يقعد لي في الذكرى ديالي. هذه هي الطاولة تاعي اللي قدمتها مع منى. نوري لكم شوية الاستوديو هكذا بك على السريع. هذا هو استوديو تاع محلد العشية، هذا هو. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما نسيتكمش ان شاء الله نكون على وعدي ان شاء الله. كل وحده اللي طلبت لي الوصفه راح نديرها بالتفصيل الممل ان شاء الله. اذا نترككم في رعايه الله وحفظه، ونقولكم الى الملتقى مع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه والسلام عليكم.